يا ودي ما كاش ما تزيدوش تعاطفوا معاهم. كيجي عندك واحد يبقى عليك الزواف الزواف القبائل المروك الزواف القبائل المروك الزواف القبائل المروك، عرف بلي انسان بردع وفاشل وبخروبي، والاعلام هتك الوعي تاعو وخلى اشرف عقل وخلاه مبردع وخلاه جاهل وخلاه ضايع وخلاه بلا كرامة وبلا حق وبلا عقل وبلا فكر. نعم يا ودي كيجي عندك واحد يبقى عليك، لأنه هو أصلا ما قدموش شيء للبشرية ولا لأنفسهم ولا لحتى شيء، فيجي عندك ويبقى عليك القبائل منا بخرو. يا ودي القبائل لو كان استقلوا كان راهم مثل دبي، يا ودي المغرب لو كان خليتوها آلاس وترونكيل، لو كان راه حرت سبتة ومليلية والكناري ولو الصحراء وأصبحت يعني جنة فوق، نقول لك مثل تركيا أو أحسن. يا ودي ادخلوا في قشوركم وعفكم عن طريات بخروبة، واعطوا الناس حقوقها وحريتها وكرامتها، وهذا نظام بخروبة الكذب والعنطريات والزور والبهتان، ويعني لا يتحدث، هذا انسان لا يتحدث عن شيء قام به هو الا كذبا وزورا او تسلطا على شيء تاع ناس وتاريخ تاع ناس، والا يبرر فشله الزواف القبائل المغرب اسرائيل فرنسا. واحد ما راه سامع بيهم، واحد انت واش درت باش يسمعوا بيك؟ واش يجيو يديروا هنا؟ انا واش راني ندير هنا؟ عاودي ما كان والو والله، غير تشوا الكذب. عاودي فيقوا رواحكم، والله فيقوا رواحكم، فيقوا رواحكم ورجلوا رواحكم، وشوفوا البؤس والفقر والديكتاتوريه والجهل والظلم، أغنى بلد وأفقر شعب ماديا وفكريا ومعنويا. يونا تفاقت بيكم، وبلاصة ما تمشيو تصلحوا أخطائكم وتعاودوا لرواحكم، تصلحوا رواحكم، تبقاو في منهج البردة على البخروبي والعنتاريات الخاوية والنيف على الجيران وعلى العرب، اللي حتى العرب فاتوكم بمراحل، البلدان العربية مصر المغرب السعودية قطر الإمارات الكويت كلهم فاتوكم، حتى ليبيا اللي فيها حرب فاتتكم، وحتى السودان فاتتكم في الوعي. يا ودي عاودوا لارواحكم وخطيكم الكذب 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 الكذب، حتى تيقتوا رواحكم بانكم احسن انسان ومركز الكون ويا لطيف. واغسل فمك يا ودي، انتوما ما قران ما والو، انتوما ما واش نغسل فمي، انتوما برادع، بلادكم فاشله، منهج تاع بخروبه فاشل، الكبرانات اللي جابهم بخروبه دباحين سفاحين نهيبين عامل الفرنسيس، ماشي قران نتوما نورمال. نظلموا ان نهضروا لكم الحق، وكي تعدوا علينا نسبوكم ونشتموكم، وكي ما تحشموش نزيدوا الامم المتحده معاكم ونجيبوا كاع الناس تشهد عليكم ونوريوا لها وقاحتكم وظلمكم وعبثيتكم. حاشا 5% دائما. نعم، مره يمشيوا يحقروا القبائل ومره يمشيوا يحقروا المروك، مره القبائل ومره المروك، مره القبائل ومره المروك. ابني نفسك الا دير حاجه، الا اعطي حقوق الناس، الا دير حاجة تطور، ألا سوق لنفسك بطريقة حضارية، ألا خلي الناس ترونكيل تخدم، خلي الناس اللي داخلة في سوق قشورها، ألا خرجوها من سوق قشورها وخليوها تجهل علينا، لأنهم فاضيين ما عندهمش حاجة. يعني أنا مثلا كإطار والحمد لله والآخر، واش دخلني في عزرين هادو؟ واش كاين بنادم عنده شرف يتخاصم مع هادو ولا يهضر على هادو؟ يا والله تجبد أبأس حيوان يقول لك انا هادو ما نهضرش عليهم وخطيني وخطيهم. كما المغاربه عاشوا مساكن 40 عام وما خاطينكم، وهاد المره جابوا لكم اسرائيل وجابوا لكم الشيطان، وكاع رانا معاهم وما تقسموهمش، ويقعدوا في الصحراء تاعهم وكاع الصوالح. علاش تظلموا؟ علاش تكذبوا؟ علاش تحقروا؟ يعودي عاودوا لرواحكم وشوفوا لرواحكم، راكو ابس شعب واضحك شعب وبهدلتوا رواحكم. حاشا لا بهدلتوني انا، يا من بعد من بعد اشرف عقل.